فاهم الحكاية؟ اللي هتتجوزك دي هتبقى هي البرنجي، على اعتبار يعني انك انت ماسك المحل وروحنا في ايدك وكده. تسمعي مني الكلام المظبوط بس يبقى سر. يا سعيد ما انا صرحتك بكل حاجه، يعني عيب لما تشك في اخلاصي والله. صفاء ما تنفعنيش، تكبر مني بكذا سنه وبعدين مش حلو. وانا ما نفسيش اقول ايه. حلالك يا حلالك. طب وفاء ايه اخبارها عندك يعني؟ ما اختك كنت عارفها اكتر مني. وفاء اختك دي عامله زي الفرخه الصنفرة.